بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. بعيون عبرى وقلوب بالأسى ملأى، نرفع من هذه الرحاب الطاهرة أسمى آيات المواساة مع تعازينا القلبية إلى مقام من له أرواحنا الفدا، إمامنا المعز المهدي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، سيما سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، وإلى العالمين الإسلامي والإنساني بذكرى استشهاد كاظم الغيظ الإمام المظلوم المسموم موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام. فأعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن لكم العزاء. على بركة الله تعالى وموالاةً للإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام، وللتشرف بخدمتهما وخدمة زوارهما الكرام، استنفرت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة جميع ملاكاتها الإدارية والتنظيمية والخدمية والإعلامية لاستقبال الحشود المليونية لإداء واجباتها ومهامها بمهنية عالية بالتنسيق فيما بين الأقسام والشعب والوحدات في العتبة المقدسة من جهة، ومع الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية والمواكب والهيئات الحسينية من مؤسسات دينية وأمنية وخدمية وصحية وفعاليات مدنية وشعبية، من جهة أخرى من خلال إجراءات مكثفة لتوفير الأجواء الإيمانية للحشود المؤمنة الموالية لإداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر الدينية العزائية، لتتضافر الجهود لإنجاح هذه الزيارة والحفاظ على أمن الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان وضمان انسيابية حركتهم في الوصول والمغادرة بحمد الله وتوفيقه، راجين بذلك أن نكون من المرحومين الذين عناهم الإمام الصادق عليه السلام بقوله: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وأود أن أعلن، لقد قارب عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة على مدى أيام أكثر من 12 مليون زائر، وعدد المتطوعين من الرجال والنساء 5000، فضلاً عن جهود المشروع التبليغي للحوزة العلمية بنشر 110 محطة تبليغية وبمشاركة 493 مبلغاً ومبلغة و40 مصححاً لقراءة القرآن، وعدد المواكب المشاركة في مدينة الكاظمية المقدسة ما يقارب 2000 موكب، وأن عدد المؤسسات الإعلامية السمعية والمرئية والمقروءة 83، وعدد الإعلاميين المشاركين في التغطية الإعلامية 230 إعلامياً، ولتستمر الخدمة على قدم وساق بمواصلة الليل بالنهار تعبيراً عن الولاء وتجديد العهد بخدمة الزائرين الوافدين الذين جاءوا من كل حدب وصوب إلى الإمامين عليهما السلام ليواسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل. هذا العدد لحد هذه اللحظة، والعدد الزائرين في تزايد مستمر، وقد تمت هذه الإحصائيات وفق آلية حسابية إلكترونية احتسبت الأعداد الداخلة للمدينة والعتبة المقدسة من خلال المداخل المتعددة. وعملا بالحديث القائل: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل،
تتقدم الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة بالشكر الجزيل والثناء الجميل لله تعالى أولا، وإلى مقام صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ثانيا، وإلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ممثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، وإلى ديوان الوقف الشيعي وكل دوائره الساندة سيما دائرة إحياء الشعائر الحسينية، وإلى دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة، وإلى الأمانات العامة للعتبات المقدسة من داخل العراق وخارجه، والأمانات الخاصة للمزارات الشريفة، وإلى أساتذة الحوزة العلمية وفضلائها في المشروع التبليغي، وإلى ممثلية المرجعية الدينية في مدينة الكاظمية المقدسة، وإلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وهيئة الحشد الشعبي التي أسهمت جميعا في توفير الحماية للزائرين بشكل مباشر من خلال الجهد الأمني الكبير والمتميز والمشرف الذي كان برعاية ميدانية مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأخ السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، وإشراف ميداني مباشر من الأخ السيد وزير الداخلية المحترم، ومن خلال السيد قائد عمليات بغداد، والفرقة الثانية شرطة اتحادية، واللواء الثامن الشرطة الاتحادية، وفوج حماية العتبة المقدسة والجهات الأمنية الأخرى. والشكر موصول إلى كل الوزارات المشاركة بكافة تشكيلاتها، وإلى الدوائر الصحية لا سيما دائرة صحة بغداد الكرخ ومدينة الإمامين الكاظمين الطبية والمركز الوطني لنقل الدم وجمعية الهلال الأحمر، وإلى معاونية شؤون الطبابة والمقاتلين المضحين في هيئة الحشد الشعبي، وكذلك الدوائر الخدمية لا سيما وأخص بالذكر أمانة بغداد الموقرة والأخ أمين بغداد المحترم والأخ محافظ بغداد المحترم والدوائر المرتبطة، وإلى دائرة بلدية الكاظمية والدوائر البلدية المساندة وسائر المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المباركة والمتطوعين الكرام. شكر وتقدير إلى طيران الجيش الذي رفع راية الإمامين الكاظمين الجادين وعلم العراق عاليا في سماء الكاظمية المقدسة في أثناء التشييع الرمزي لنعش الإمام الكاظم عليه السلام. كل الشكر والتقدير إلى كل القادة والأمراء والمراتب الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب ومديرية مكافحة المتفجرات ومكافحة المخدرات والشرطة المجتمعية ووحدة حماية الروضين. كل الشكر والتقدير إلى أهالي مدينة الكاظمية المقدسة والمواكب والهيئات الحسنية من جهود مباركة من حسن استقبال وضيافة للزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه، كما نشكر جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والوكالات الإخبارية التي نقلت هذا الحدث المليوني إلى العالم بأمانة وإخلاص. شكر خاص إلى حشود الزائرين.